السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5 أعمال نعملها يوم الجمعة وهي مستحبة ومسنونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، و5 أعمال أخرى مكروهة نكون حريصين على ألا نفعلها يوم الجمعة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أما عن الأعمال الخمسة التي يستحب ويسن أن نفعلها ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، أول حاجة أن احنا نقرأ سورة الكهف، هذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1. 2، أننا نكثر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. بدل العمل ليه الثاني. العمل الثالث إن يوم الجمعة يستحب ويسن أن تغتسل. من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. بدل العمل ليه العمل الثالث إنك تغتسل يوم الجمعة وقبل الذهاب إلى الجمعة. 4. أو عمل مسنون أن تبكر. من غسل واغتسل وبكر وابتكر، أن تبكر إلى ليه؟ إلى الجمعة. 5. أو العمل الخامس المسنون والمستحب عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تدعو. إن في الجمعة لساعة إجاب لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وفي حديث أبي داود: فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. يبقى آخر وقت كده في الجمعة تلتمس الإيه؟ الإجابة في هذا الوقت، فالدعاء فيه مستجاب، كما قال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. تعالوا بينا نتكلم عن الأعمال الخمسة التي يكره فعلها في يوم الجمعة. 1. لا تكل توم ولا تكل بصل. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا، فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. في رواية: وليقعد في بيت. طالما أكلت ثوم أو بصل خلاص، واحد يقول لك: أنا هاكل نعناع، أنا هاكل مش عارف بقدونس، أنا هاكل شبت، أنا همضغ لبان، أنا مش عارف هاكل همضغ مش عارف قرنفل، أنا مش عارف أنا أكله. كل الكلام ده لا يؤثر على طعم الثوم أو البصل. طعم الثوم والبصل موجود لأنه بيخرج مع النفس، فاللي أنت بتاكله ده هيغير رائحة الفم، لا علاقة له بما نزل في الإيه؟ في المعدة. في حديث جميل قوي عن سيدنا عمر بن الخطاب، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر يقول: أيها الناس، إنكم تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، الثوم والبصل، ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه من الرجل، كان على عهدنا بنشم من بقه كده ريحة الايه؟ الثوم والبصل، فيؤخذ بيده حتى يخرج إلى البقيع. يعني ان هو ايه؟ بيعذروه ان هو طالما انت اكلت ثوم وبصل وجاي مسجد سيدنا النبي بالثوم والبصل، ياخدوه من ايده كده يودوه فين؟ يذهبون به الى البقيع. يعني سبحان الله العظيم. ايوه يا جماعه، عشان ايه؟ عشان كان بياكل ثوم او بصل. يبقى اول حاجه يكره ان تاكل الثوم والبصل قبل الجمعه وتذهب الى ليه؟ الى الجمعه. 1. 2، حجز المكان. واحد مثلا يقول لك ايه؟ انت احجز لي وانت رايح كده، وانت رايح بدري احجز لك. لا نعرف شيئا اسمه السبق للسجادة أو السبق، إنما من سبق فهو أولى بالمكان. خلاص أنت بكرت ورحت خلاص مش لاقي مكان، إزاي استفلان حاجز؟ هذا مكروه. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يوطن الرجل المكان في المسجد، ده مكان فلان، هذا نحن منهيون عنه، هذا مكروه. 2. 3، لا تتخطى الرقاب. أنت جاي والمسجد مليان، ما تقعدش تمشي تمشي وتخطي. لما دخل رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يتخطى الرقاب، فقال له رسول، شوف لما النبي عليه الصلاة والسلام يلفت نظره إلى هذا الأمر، يعني فيقول له يقطع الخطبة، يقول له اجلس فقد آذيت. يبقى 3، ما تخطيش الرقاب. 4، لا تتكلم أثناء الجمعة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا من قال لصاحبه أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى. خلاص كده. وطبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام
من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام واستمع ولم يرو. يبقى خلي بالك كن حريصا، يبقى الكلام لغير حاجة أثناء خطبة الجمعة مكروه ولا إيه ولا يجوز. ده رقم 4. 5 البيع والشراء. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. خلاص خلصت صلاة اعمل اللي انت عايز، لكن وقت الجمعة لا. أول ما ينادى أو يؤذن بأذان أو لأذان الجمعة، العلماء هنا اختلفوا بقى هل البيع صحيح أم حرام. عند الإمام مالك والإمام أحمد قالوا لا يصح البيع وقت النداء بالجمعة، البيع وقت النداء بصلاة الجمعة قالوا لا يصح، ده مالك وأحمد. لكن الجمهور قالوا هو جائز لكنه مكروه. نلخص اللي قلناه: 5 أعمال مستحبة، سورة الكهف 1، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 2، الاغتسال 3، تبكير 4، الدعاء 5. الأعمال المكروهة نقولها برضو: 1 إنك ما تأكلش توم أو بصل، 2 ما تحجزش مكان، 3 لا تتخطى الرقاب، 4 لا تتكلم أثناء الجمعة إلا لحاجة أو لضرورة ملحة، 5 امتنع عن المعاملات والبيع والشراء إذا نودي للجمعة. شوفكم على خير.